بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده عايزين نتكلم عن اول تجربه في المعمل عندنا اللي هي السنجل فيس ترانسفورمر P1، والغرض من التجربه دي هو ان احنا نحسب البارامترز بتاعه السنجل فيس ترانسفورمر اكسبيرمنتلي عن طريق التجربه. في الاول يا جماعه، السنجل فيس ترانسفورمر ده عباره عن الكتريكال ماشين وظيفتها ان هي ترفع الفولت او تقلله باستخدام ماجنتيك كابلنج ما بين برايمري كويل وسكندري كويل. الكونستراكشن بتاع السنجل فيس ترانسفورمر هو عباره عن برايمري كويل ملف ابتدائي وسكندري كويل ملف ثانوي، وما بين الاثنين او الاثنين بيكونوا ملفوفين على ايرون كور واحد عشان يوجه الفلكس اللي بينتج من البرايمري كويل ويخليه يقطع السكندري كويل ويحصل الاندكشن عشان يتولد الانديوس دي ام اف على السكندري كويل. الحقيقه الترانسفورمر يا شباب ما بيولدش كهربا جوه منه، الترانسفورمر بس بينقل الفولت من برايمري كويل لسكندري كويل او بينقل الانرجي من كويل لكويل تاني، وعلشان كده الترانسفورمر لما بيرفع الفولت هو بيرفعه على حساب التيار، ولما بيقلل الفولت هو بيزود التيار. اللي احنا عايزين نعمله النهارده ان احنا عايزين نطلع الايكويفالنت سيركت بتاعه الترانسفورمر، والايكويفالنت سيركت بتاعه الترانسفورمر دي عشان نطلعها لازم نتكلم الاول هي عباره عن ايه. فاول حاجه عندنا عايزين نتكلم عنها هي الايكويفالنت سيركت بتاع الترانسفورمر، اللي زي ما قلنا من شويه هو عباره عن اثنين كويلز وما بينهم ايرون كور. الاثنين كويلز دول ليهم ايكويفالنت ريزيستنس اللي هم R1 وR2، ولان مش كل الفلكس اللي بينتج من البرايمري كويل بيروح يقطع السكندري كويل، فبيكون في عندي شويه ليكج فلكس في ناحيه البرايمري وشويه ليكج فلكس في ناحيه السكندري اللي هم JX1 و JX2 او 2 رياكتنس او 2 ليكج رياكتنس الموجودين عندي في الدايره. وبعدين لان الكور الحديد بيتولد عليه EMF هو كمان، وبيكون في نوع تاني من انواع اللوسز جوه منه اسمها هاي ستريس لوسز، دي بتعمل لي كور لوس ريزيستنس او الRC. واخر حاجه في الايكوفالنت سيركت هي الجي اكس ام، او هي كميه الانرجي اللي بتتخزن في الكور نفسه عشان يحصل له ماجنتايزيشن. والترانسفورمر بيقوم بنقل الفولت من V1 او من ناحيه السبلاي V2 اللي هي ناحيه اللود. ولان التعامل مع السيركت دي بيكون صعب شويه يا شباب، احنا بنعمل ابروكسيميشن للايكوفالنت سيركت ده اللي عشان نعمله اول حاجه بنعملها بنعمل ريفيرنج للسكندري سايد ناحيه البرايمري سايد، او ناحيه اللود نعمل لها ريفيرنج ناحيه السبلاي. الكلام ده بمعنى اخر احنا بنشوف السبلاي شايف اللود ازاي، وداخل مع اللود كمان قيمه الريزيستنس بتاعه السكندري كويل وقيمه الليكج رياكتنس بتاعه السكندري كويل، والكلام ده نقدر نحسبه من معادلات الريفيرنج اللي هي موجوده عندي. احنا بنعمل ريفيرنج للايكوفالنت سيركت بتاعت السكندري كويل بتاع الترانسفورمر، وبنعمل ريفيرنج للفولتجز والكارنتس بتاعت السكندري سايد بتاع الترانسفورمر كمان. بعد ما بنعمل ريفيرنج لشباب الترانسفورمر عشان نشوف البرايمري سايد شايف السكندري سايد ازاي، نقدر نعمل اول ابروكسيميشن على الترانسفورمر، والابروكسيميشن ده معتمد على ان احنا عارفين ان التيار اللي ماشي في الار سي والجي اكس ام اقل بكتير قوي من التيار اللي ماشي في R1 وR2، وعلشان كده فاحنا نقدر نفترض ان التيار اللي ماشي في R1 وجي اكس 1 وR2 وجي اكس 2 هو قيمة واحدة بس، ونجمعهم مع بعض في كومبوننت واحدة متوصلة سيريز اللي هي R equivalent and X equivalent. R equivalent و X equivalent دول هما الايكويفالنت امبيدنس بتاعت الترانسفورمر اللي هما بتوع الكويل ريزيستنس، equivalent كويل ريزيستنس والايكويفالنت ليكج رياكتنسز. ولان الترانسفورمر تقريبا بتكون قيمة R1 فيه قريبة تقريبا من R2 داش، X1 قريبة تقريبا من X2 داش، فاحنا لو قدرنا نوصل ل R equivalent و X equivalent نقدر نحسب R1 و R2 داش و X1 و X2 داش. عشان نحسب القيم بتاعت ال equivalent circuit او parameters بتاعت ال equivalent circuit للترانسفورمر احنا بنجري اختبارين. الاختبار الاول اسمه ال open circuit test، والاختبارين بيعتمدوا على ان احنا نتحكم في اللود، يا اما نعمله open circuit يا اما نعمله short circuit. في حالة ال open circuit لما نشيل اللود ونحط مكانه open circuit، لما نشيل زد ال ونحط مكانها اوبن سيركت، المقاومات ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت، الامبيدنس انا اسف ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت، بيكون التيار اللي ماشي فيهم تقريبا بيساوي صفر، انا اسف بيكون التيار اللي ماشي فيها فعلا بيساوي صفر، فيبقى عندي من الدايره دي ار سي وجي اكس ام بس. وساعتها نقدر نحسب ار سي وجي اكس ام عن طريق ان احنا نقيس الباور والتيار والفولتج اللي احنا بنعمل لهم انجكشن على الترانسفورم. الاختبار الثاني هو الشورت سيركت تيست اللي احنا برضو بنتحكم فيه في الزد ال، نشيلها ونحط مكانها شورت سيركت، وساعتها بيكون التيار I2 داش اكبر بكتير قوي من التيار اللي ماشي في الار سي والاكس ام مع بعض، فنقدر نهمل الار سي والجي اكس ام مقارنه بالار ايكويفالنت والجي اكس ايكويفالنت، ويتبقى معايا من الترانسفورمر
ار اكويفالنت وجي اكس اكويفالنت بس، اللي نقدر برضه نحسب قيمتهم عن طريق ان احنا نقيس الباور والفولت والتيار اللي داخلين على الدايره. عشان نقيس الباور والفولت والتيار اللي داخلين على الدايره في الاوبن سيركت تيست وفي الشورت سيركت تيست، احنا بنوصل وات ميتر وفولتميتر واميتر زي ما هنشوف دلوقتي حالا. في حاله الشورت سيركت تيست احنا بنحطه في الناحيه بتاعه السكندري سايد او الناحيه بتاعه اللود شورت سيركت زي ما قدامكم مرسوم، وبنروح نوصل وات ميتر، بنوصل الكرنت كويل بتاعه سيريس مع البرايمري سايد والفولتج كويل بارلل معاه، ونحط اميتر وفولتميتر، وبكده يبقى في معانا الاي شورت سيركت والفي شورت سيركت والبي شورت سيركت. باستخدام الثلاث قيم دول نقدر نحسب قيمة ال R equivalent و X equivalent عن طريق الثلاث معادلات الموجودين تحت دول. أول حاجة احنا عارفين ان الباور هو عبارة عن I squared في R، ولأن هي R equivalent هي ال R الوحيدة اللي موجودة دلوقتي عندي في الدايرة، فأقدر أحسب قيمة R equivalent من المعادلة الأولانية. وبعد ما نجيب قيمة R equivalent احنا لو قسمنا الفولت على التيار نقدر نجيب ال equivalent impedance اللي احنا عارفين ان هي بتساوي ال square root بتاع ال R equivalent squared زائد زائد X equivalent squared، واحنا حسبنا R equivalent من شوية فنقدر نطلع X equivalent. في حالة الـ open circuit test احنا بنستخدم قوانين قريبة من كده شوية. في حالة الـ open circuit test احنا بنوصل equipment بنفس الطريقة، بس الناحية بتاعة ناحية اللود بنسيبها open circuit، بمعنى الـ open circuit power والـ open circuit voltage and open circuit current، ونقدر نحسب الـ power factor بتاع الـ open circuit او في حالة الـ open circuit يعني عن طريق المعادلة الأولانية، معادلة رقم واحد. وبعد ما المعادله بتاعه الباور دي نقدر نطلع الباور فاكتور اللي نقدر نقسم بيه التيار لتو كومبوننتس اي سي واي ام، اللي هما التيار اللي بيمشي في ار سي والتيار اللي بيمشي في اكس ام. وبعد ما نجيب التو كارنت كومبوننتس دول احنا عارفين طالما معايا التيار اللي ماشي في الريزيستنس لوحدها واللي ماشي في الاكس لوحدها، لو قسمت الفولتج على التيار ممكن اطلع قيمه الار سي والاكس ام لوحده. الاختبارين دول حقيقه في كونسيدريشن مهم جدا فيهم. حالة الشورت سيركت تيست يا شباب احنا بيكون بنعمل قفلة على الترانسفورمر، والقفلة اللي بنعملها على الترانسفورمر دي بتأدي ان التيار يعلى جدا، وعلشان نحمي الترانسفورمر من التيار العالي جدا ده احنا بنضطر ان احنا نقلل الفولت اللي عاملين له انجكشن على الترانسفورمر، ما نحطش فولت عالي. الفولت اللي احنا بنعمله ابلكيشن في حالة الشورت سيركت تيست ده لا يتعدى 10% من الريتد فولتج بتاع الترانسفورمر او الفولت اللي الترانسفورمر يقدر يستحمله او ديزايند ان هو يشتغل عليه. وعشان نقدر نقيس قيمة الفولت الصغير دي لازم نحط الاكويبمنت بتاعتنا في الناحية اللي فيها الفولتجز عالية او الهاي فولتج سايد، وبالتالي فبتبقى ناحية اللو فولتج سايد هي اللي بنعمل عليها الشورت سيركت. يعني اللي عايزين نوصل له شباب ان احنا في الشورت سيركت تيست والاوبن سيركت تيست ما بنرتبطش بمسميات الترانسفورمر اللي هما سكندري سايد وبرايمري سايد، احنا المهم عندنا مين الهاي فولتج سايد ومين اللو فولتج سايد. العكس تماما بنعمله في حاله الاوبن سيركت تيست. في حاله الاوبن سيركت تيست بيكون التيار اللي ماشي عندي هو التيار بتاع الار سي والاكس ام اللي احنا عارفين ان قيمته صغيره جدا، فلو رحت حطيت الاكويبمنت دي في مكان اصلا التيارات بتاعته صغيره مش هنعرف نقيس التيار اللي ماشي بكام، وعلشان كده بنحط الاكويبمنت بتاعتنا في الناحيه اللي بيكون فيها التيارات عاليه او اللو فولتج سايد، لان احنا عارفين ان التيار عكس الفولت. وبكده يبقى لكم ان انتوا توصلوا الدايره وتطلعوا النتائج، وشكرا. البارامتر بتاعته، فالتجربه شقين، اول شق ان انت تحمل اوبن سيركت تيست، فالمفروض علشان تحسب الار سي اللي هي الكور ريزيستنس والاكس ام اللي هي الماجنتايزنج رياكتنس، فاحنا الترانسفورمر فكان مبدئيا بيتحدد ايه الهاي فولتج وايندنج وايه اللو فولتج وايندنج، فهو بيتحدد على الترانسفورمر ادي ده اللو فولتج 0 110 وده الهاي فولتج 0 200، فالمفروض الاوبن سيركت تيست الهاي فولتج بيتعمل له اوبن سيركت والوايندنجز بتاعه اللو فولتج هي اللي بتتوصل بايه. في التجربه احنا محتاج وات ميتر، محتاج فولت ميتر، محتاج سمول سكيل اميتر علشان احنا بنستخدم اوبن سيركت فالتيار بيبقى قليل. طيب فالمفروض زي ما انتم عارفين في الميجر ان الوات ميتر ده بيبقى عندي جزء اللي هو الفولتج كويل والكرنت كويل، بوصل جزء منهم، النود دول بتبقى نوده واحده. الاميتر كويل انا بحتاج اوصله سيرس، فادي مثلا الطرف بتاع الترانسفورمر الاولاني وادي الوات ميتر الثاني، الاميتر اهو طرفه متحدد ان هو الجزء ده والفولت ميتر هو الجزء ده. وبوصل الاميتر للسبلاي،
بس لحد دلوقتي احنا لسه ما وصلناش الفولتميتر، فالفولتميتر بيتوصل ازاي؟ بارلل على الدايره، ادي الاطراف اهو. المفروض كده جزء السيريز اتوصل، ناقص بس ان يتوصل الفولتميتر بالفولتج كويل بتاع الواتميتر بالطرف الثاني بتاع الترانسفورمر. ده الطرف اللي اتوصل بالسورس، يبقى الناحيه الثانيه هو اللي بيتوصل بالفولتج كويل بتاع الواتميتر، ونفس النود يتوصل فيها الطرف الثاني بتاع الترانسفورمر. المفروض ده جهاز اسمه الفارياك اللي هو هيعمل لنا فاريبل فولتج عشان نعرف نعمل التجربه. ده المفروض دي الريدنجز الاولانيه، ان الفولت ميتر 100. طبعا تاخد بالك من السكيل الميرور 150 وان انت موصل 150، فمش محتاج تعمل حاجه. والاميتر نفس الكلام، انت موصله على 1 والسكيل 1، وهي القرايه المفروض O.26. في الوات ميتر هتحتاج تاخد بالك من السكيل، ان انت موصل الميرور 120 لكن هنا 2.5 و120، انت تحتاج تعمل الكونفرجن. الوات ميتر شير واقفل. احنا كنا واقفين عند الريدنج اولانيا ان الفولتج ب 100 والتيار O.26. اللي حصل ان الوات ميتر كان بيتحرك البوينتر بتاعه في الريفرس دايركشن، فاحنا عكسنا البولاريتي بتاعه التوصيله، فابتدى يتحرك في الدايركشن المفروض يتحرك عليه. طيب المفروض القرايه دلوقتي هي عند 4.5 واتج، بس المفروض انت موصل على فول سكيل 2.5 في 120 والميرور عندك 120، فالمفروض الريدنج دي تضربها في 2.5 عشان تبقى الريدنج المظبوطه. ناخد تاني قرايه. الفولتج عند 85، الاميتر عند O.175، والواتج عند 3.5. ناخد قرايه ثالثه. قرايه الفولتميتر عند 70، الاميتر عند O.13، والواتج عند 3 واط. اخر قرايه. الفولتميتر عند 50، الاميتر عند O.1، الواتج عند 2. ما تنساش تحسب اللي هي تضرب القرايات في 2.5، وبعد كده المفروض تاخد ده تحسب الار سي والاكس ام اللي هو المفروض يتعمل من الاوبن سيركت. الشق الثاني من التجربه انه يتعمل شورت سيركت تيست للترانسفورمر على اساس انه هيتحسب منه بقيه البارامترز اللي هي الار اكويفلنت والاكس اكويفلنت، والار اكويفلنت يتجاب منها الار 1 والار 2، والاكس اكويفلنت يتجاب منها الاكس 1 والاكس 2. طيب التوصيله ازاي بالنسبه للترانسفورمر؟ اللو فولتج وايندنج بيتعمل شورت سيركت زي ما هو معمول هنا، والهاي فولتج اطرافه بتتوصل ببقيه التجربه. طيب اول حاجه بتتعمل ان الاطراف بتاعه الترانسفورمر بتتوصل ان بارلل مع الفولتميتر، والسكيل بتاعه ان هو الفي متوصل 7.5 على اعتبار ان احنا هنبص على السكيل الصغير ده. بعد كده المفروض الفولتميتر يتوصل بالكومن نود بتاعه الوولتميتر، زي ما اتعمل في الاوبن سيركت. ادي الطرف اهو بتاع الفولتميتر متوصل بالكومن نود، بعد كده الكرنت كويل بتاع الواتميتر متوصل سيريز مع الاميتر، والاميتر متوصل بالفولتج سورس. احنا جبنا سكيل اكبر للاميتر علشان ده المطلوب يتعمل على اعتبار ان الشورت سيركت الكرنت فيه بيبقى كبير. ناقص الحاجة الأخيرة إن احنا نوصل الفولتج كويل بالفولتميتر، ادي الطرف التاني بتاع الفولتج سورس، توصل بالفولتج كويل بتاع الواتميتر، والطرف التاني اللي ناقص إن الطرف التاني بتاع الفولتج كويل بتاع الواتميتر يتوصل بالطرف بتاع الفولتميتر. طبعا لما اتعمل في التجربة اللي فاتت الأوبن سيركت الواتميتر كان اتعكس البوينتر بتاعه، فاحنا هنعمل نفس الكلام اللي اتعمل في التجربة اللي فاتت.
وكده التجربة جاهزة ان احنا ناخد القراية. تخلي بالك ان في الاكسبيرمنت انت ما بتخرجش عن من 2% ل 12% من الفولتج ريتنج، فاحنا في التجربة هنحاول على قد ما نقدر ما نتعداش ال 25 فولت على اعتبار السكيل 7.5 والميرور اللي تحت 75 فولت. قراية الفولتميتر 25 فولت، قراية الواتميتر 3.5 واط، قراية الاميتر 3.1 اميتر. طبعا ما تنسوش السكيل ان هنا متوصل 75 وانت موصل 7.5، هنا الواتميتر انت موصل 2.5 في 120 لكن الميرور 120، وفي الاميتر انت موصل 12 بس الميرور برضو 12، فهي دي القراية الريدنج اللي انت هتحسبها.